معايا استاذ فريد. منين يا استاذ فريد؟ من اسكندريه حضرتك. اهلا وسهلا بيك. ازيك يا استاذ؟ الحمد لله يا فندم. حضرتك انا ليا ارض 25 فدان في اسكندريه، وطلبت طلب تقنين ارض من الاصلاح الزراعي، ولغايه دلوقتي بقالي 5 سنين بجري على الورق ومفيش حد بيرد عليا. مفيش حاجه اسمها محدش بيرد عليك، امال انت بتجري فين؟ بقالك 5 سنين بتجري فين؟ ما هو بص حضرتك، هم الاول طلبوا مني تقنين الارض، جه من اللجنه تقنين في الارض الزراعيه، وزعت الورق لمصر، والورق رد تاني فيه غلطه، فجم لجنه عملت نظام رسم كروكي للارض الزراعيه بتاعتنا. الارض دي ايه؟ وضع يد املاك دوله ولا دي ايه بالظبط؟ لا ورد، ارض اصلاح زراعي. اصلاح زراعي، تابع مشكلتك مع الاصلاح الزراعي. بشكر حضرتك استاذ فريد من اسكندريه. دلوقتي دي اجراءات تقنين وضع يد ارض و25 فدان، يعني في ورق لازم يطلب ولازم يتعرف مين وانت واخدها من امتى. دي شان يخص الاصلاح الزراعي واجراءات قانونيه لازم الدوله تطمن من ان هي سليمه.